السلام عليكم ورحمة الله. إن هدف رسالات أنبياء الله تعالى هو التخلق بالأخلاق الإلهية وصيرورة الإنسان إلهيا. تخلقوا بأخلاق الله، وهذا هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بالنورانية. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أي أن الرأفة والرحمة الإلهية تقتضي نزول آيات بينات على العبد لإخراجه من الظلمات إلى النور. وعلى هذا الأساس يجب على الإنسان التخلق بالأخلاق الإلهية والتنور بنور الله تعالى، والتي هي بمثابة أكبر الأهداف وآخرها. فكلما تقدمتم في هذا المسير تقتربون من كمالكم. إن طريق الوصول إلى الكمالات هو التخلص من الغضب والشهوات للوصول إلى العقل المعرفي، لأن هذا التخلص الذي يتجلى في تبعية حبيب الله صلى الله عليه وآله يقرب الإنسان من مصدر الحياة والوجود، أي الحق تعالى الذي هو منشأ كافة الكمالات، فيكون محبوبا له. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلما اقترب الإنسان من مصدر الكمال ازدادت كمالاته، والاقتراب إلى الله العلي القدير الكريم الحكيم يجعل الإنسان عالما قادرا كريما حكيما. وهذا يجب أن يتجلى ونحن في طريقنا لزيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.